يلا رولينج، كاميرا 1، كاميرا 2، كاميرا 3، كاميرا 4. يس. سيت بيلتس اون. سيت بيلتس اون. ليتس جو، ليتس دو ات. هاو ار يو توداي؟ بعرف الحلو. الحلو انه دخلك انت نقيت السيارة صغيرة كرمال تدق كتفك بكتفي قصدك. ليك ما حبيت اكون بعيد عنك كثير. اها. فقلنا نكون قراب هالمرة. عظيم عظيم عظيم. بتعرف شو أحلى شيء؟ احلى شيء انه ملزقين السكشن كاب على الاي سي، فاثنيناتنا عم بينا اول اي سي بس ما عم تزبط لانه ما فينا نوصل له. هل انتبهت شو عملنا نحن؟ بس بدنا نظبطها صح؟ اوكي موفينج اون. كروزنج وذ رابز. كروزنج وذ رابز جايز. ابيزود 1 ستارتس ناو. ام باك، ام سو اكسايتد. سيزون 2، lots of people again, lots of talks, lots of chats. واو طلع على الكاميرا. Thanks Rabia for having me. Yeah, I'm hosting you too. Yeah. على Cruising with Rabs. Season 2 is back. I'm so excited. Just picked up Anthony from the Palm. His stay in Dubai this week was exciting. Yesterday ومبارح كان أول حلقة من سلسلة حلقات جديدة إن شاء الله لشي بودكاست اسمه Stays and Chats. كان كتير حلوة. كتير حلوة كان. I'm proud انه almost 1000 plus views in less than 24 hours. Very nice. مظبوط. مبسوط. I'm happy. كانت العادة حلوة، كانت أجواء حلوة، كانت الديسكشن مهضومة، كانت الرويقة طيبة. صح. وإن الله راد رح نعيدها أكثر وأكثر. الحلقة الثانية next week، اللي بعدها الجمعة اللي بعدها. صح. وإن شاء الله ما بنقطش أبدا، وبنجرب كل ما نكون بأوتيل وين ما كان وقعدة وحلوة نخبركم وين ما كان عن مواضيع وين ما كان، اللي بينحكى وما بينحكى، اللي انحكى عنه وما انحكى عنه، يلي منقول عنه علنا او اللي منفكر فيه بس ما منقول عنه. صح. بتعرف اجانا تليفونات لك وقالي it was an informative episode. So حنضلنا نعيدهم كرمال نخبركم اخبار المدينه. So wherever we are. So اذا كان انتوني بالعراق بخبرنا خبريه صارت بالعراق very clear, short clip. اذا كنت انا مسافر او بدبي رح خبركم اخبار شو عم يصير بالامارات وبدبي. So هيدي stays and chats. بس اليوم حلقه cruising with Rabs هي شوي سخنه وحاميه وما رح شو؟ يمكن ما بدي، ما قلت لي شو الأسئلة؟ ما رح أقول لك شو الأسئلة، ونو أكتينج، عم بقول لك يوم اطمئن. في أسئلة براسي عم بيدوروا هالفترة، أول مرة قعدنا أنا وياك بالأوتيل، سألتك أسئلة هي من شي سنة وشوي، أسئلة بيدوروا عن العالم وبيسألوني إياهم عنك. حنجرب نختصرهم أنت ما تكون الحلقة كتير طويلة، زهق الناس، بالعكس حتكون كتير هيك بوم 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 قوية. رح نبلش بموضوع صار معنا من كم يوم، من شي جمعتين. Unfortunately صار في an earthquake. An earthquake that unfortunately we lost many lives, thousands and tens of thousands of lives. Sorry for that. Rest in peace. Unfortunately, something negative happened with you. Okay, you were on your trip. You got up in the morning before the earthquake happened, or when the earthquake early morning. You were on a plane to Istanbul to go to Malaysia as you were invited by the Ministry of Tourism. Correct? نه هلا معي حق عم بحكي. نزلت صورتين. نزلت صورة. كنت حاطط صينية الأكل أو the meal you were having على طيران التركي بالبزنس كلاس، والصورة اللي بعدها كانت بس وصلت على اسطنبول أكلت شيك شاك وكنت نيجاتيف فيدباك عليها إنه ما حبيتها very greasy. بس كمان اكتشفت إنه أنت رجعت شلتها. أوكي، كتير طلع أصداء أو كتير يطلع أخبار على السوشيال ميديا. أنت شو فاضي بالك وين الناس عم بتموت؟ أنت ما بتحس، ما بتفكر، ما بتحب العالم، بالك ببطنك، بالك بحالك، والكلمات اللي كتير نيجاتيف باشينج كيم اوت اون يو. شو صار؟ شو صار؟ لك هي بتزعل بس بنفس الوقت انت كمان عليك كان امباكت نيجاتيف، فهيك خبرني ليه شو صار؟ شو هالقصه الغريبه؟ ما بعرف شو بدي اقول لك ربيعك، بدي بلشها بلا ما حدا يفهم غلط، بس رح اقولها مثل ما هي وكل واحد يلقط اللي بده اياه. اليوم بدي اتاكد، بدي اشوف هو العالم هالناس كلها سوا، هل بعتت مسج لبلوجر بامريكا وقالوا له كيف حطيت صوره؟ هل بعتوا مسج لبلوجر بكندا وقالوا له كيف حطيت صوره؟ بالاخر اليوم اخذت انا قرار على حالي، صار لي 12 سنه الحمد لله، ولا 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 مره حطيت صوره بشعه، ولا مره حطيت نيجاتيف نيوز، ولا مره حطيت نيوز اساسا، وانا ما بتابع الاخبار وما بشوف الاخبار، وما في شيء بحياتي بخليني فكر الا بوزيتيفلي. صح. على هالاساس اليوم الناس اللي بدها تفوت تحضر عندي ما بتفوت، ما بدها تشوف اخبار، بدها تفوت تشوف spreading happiness and sharing joy. This is what it is all about. فأنا اليوم حياتي بتكفي على هذا الأساس. بيني وبين حالي أنا شو عملت، شو ساعدت، شو بعت مساعدات، شو حركت، شو صليت، شو استنكرت، شو يلي هني أولا يعني بيني وبين حالي. بس لازم أنا أطلع وأعمل بطل قدام كل الناس وأقول أنا بستنكر اللي صار. أوكي فاين، أنا
انه هيدي العادل عنا اياها، نحن بنحكم على حدا على الشخص دائما بالجادجمنتال، دائما هيدي لازم نحكم على الشخص اول شيء انه هو عمل او ما عمل. ثاني شيء كلنا بدنا نبيض وجه علنا ان نحن بنقول انه نحن مع القضيه ونحن ضد الخبريه، فاين روحوا احضروا نيوز شانلز ما تحضروا عندي، وهيدا حق العالم. فهيدا كان قراري او القرار الشخصي. انا عندي شغل، انا عندي وعد، انا عندي عزيمه، انا عندي ناس ناطرتني، انا عندي حدا عزمني بدي اطلع طياره، انا عندي بلد عزمني اروح لعنده، في عندي واجبات تجاهه، وانا الحياه بتكفي مثل ما هي. اليوم كل يوم كل يوم يحوي صار في مشكل يعني باوكرانيا، ليش ما حدا قال لي؟ ليش ما حطيت صوره عن الحرب باوكرانيا؟ ما يعني في حرب باوكرانيا مثل ما صار في حرب بلبنان، مثل ما عم بيصير في مشاكل صح. باليمن ما عم بيصير في وين ما كان، في اخبار مختصه بهذا الموضوع وهن مش مختصين بالاكل، فما بتقولوا له ما بتبعت له مساج لما بعرف اي نيوز بتقول له ما فهمت ليش ما حاطين صوره اكل اليوم صح. هو بحط اللي بده اياه. فالقرار بينه وبين حالي كان انا هذا الشيء بستنكره، بزعل عليه، عملت واجباتي وكل واحد ضميري مرتاح سايلنت سايلنتي، بس علنا ما بحكي بهذا الموضوع. فاللي صارت انا تتفسر بلشت نعالم رشق 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 مسبيت وقلت اخلاقه يلي هو، وكمان ما جاوبت على حدا الحمد لله لانه ما بنوطي حالي لهذا المستوى، وحكم حكم 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 وان فولوز شفناه على الجراف يعني الحمد لله، بس ما في مشكل الحياه بتكفي يا حوي، نحن بعدنا مكفيين وبعد الضحك على وجهي وما حدا قدر يوقفني وما حدا جرب يكسرني وما زبطت وبترجع بتكفي. فهيدا ما اذا جاوبتك على هيدا السؤال. Do you think it's because it's out of hate or is it because عن جد ولا عن جد زعلوا منك؟ Percentage اذا بتقول من هون وهون شو اللي اكثر؟ من 150 مسج مأذي وصل لي يمكن فيش 20 واحد عملوا لي اوفولو مش اكثر. الباقي you think it was out of hate. بس مش هيت جادجمنتال وكب سمع على الفاضي، رجع اكيد رجع بينه وبين حاله قال شو عملت فيه؟ ليش بدي احكم عليه؟ صارت هم بيحكم عليه. هالاشخاص اللي حطت هال 150 شخص او اكثر اللي حطوا، هل هن حطوا 150 صوره على الاكونتس تبعهم وقالوا هيلب تركي هيلب سوريا سبورت اتسترا؟ فليش بدك تحكم على غيرك ما تحكم على حالك؟ ما عبالي هذا الموضوع ياخذ كثير اراء، ياخذ اهميه اكثر منه. بس بدي شدد على فكره البرجر، ليش رجعت شلته؟ ما شلته لانه كان في عليه كومنتس ابدا. حابب انا كيف الكاميرات بتطفي بس ما في مشكل. ما شلته لانه في كومنتس عليه، شلته لانه على الاكونت تبعي ما في ابدا نيجاتيف ريفيو. وبدك نرجع نحكي بالموضوع، معقول انطوني كل شيء بياكله بحبه، كل شيء بحطه على الاكونت بحبه، فعلى هالاساس ما بدي ضل في صوره واحد يقريها يقول انطوني ما حبه، مثل انه عم في حسابات بينه وبين هالبرجر. فمن بعد ما شفته الناس ووصلت المسج تبع هيدا البرجر ما بحبه، بعد 7 ايام قررت انه منه حلو بالتايم لاين تبع انستغرام فخبيته. هلا بنرجع لموضوع ال the way you criticize the way you post and critique، لانه كمان اجينا اخبار، سو هيدا موضوع تاني. خلينا بس نسكر هيدا الموضوع يلي صار بهالنهار. انا في كتير ناس دقت لي وسالتني شو انطوني ما بباله بشي. انا كان عندي جواب واحد، بقول في حدا منا ما راح على وظيفته الصبح؟ في حدا منا ما راح على شغل الصبح؟ ما في شك، وانت قلتها، ما في شك انه كل واحد منا انسانيا بيعمل شغله. You said something very important. We don't need to publicly do it. Oh, by the way, let's be fair and square. مش عم دافع عنك، عم بحكي الحقيقه. وهذا اللي بقول للكل، انت من يوم يومك اصلا بالمواضيع، ان كان catastrophic, natural disasters, political problems, wars, كذا، you don't usually interfere، لانه كمان it's not your place. بتقول بلا ما اصحط لي شيء زحطه اقول شيء يجي حدا يقوص علي. It's not my court, it's not my game. مثل انا خي، انا حكيم اسنان، ما بيجي لعند تبع القلب وبقول له انا شايف عندك مشكله غلط. سو اليوم انت you got up, you packed your bag, you said goodbye to your family, to your wife, to your kids and went for a job that you live from today. So this was your job. تركتهم بالearthquake. بالearthquake. صارت لازم يمكن كون قاعد حطهم وقول يمكن يصير في مصيبه ثانيه تقدر اهتم فيكم، ظهركم من البيت. ما كان ما حدا بيقول انه هذا الearthquake ما نزل لعنا وصار 8 عنا. صح. بس قد انت عندي عائله، عندي حياه، عندي شغل، عندي مصداقيه، عندي كرامه، عندي تحضيرات، عندي عالم. I have dues and duties. ف صليت وكفت حياتي. عن جد. بنيجي للموضوع الثاني، موضوع شيك شاك، وقتها انت شلته عن الاكونت. It's because of something that I've heard lately. One, في كتير ناس كلمة تشوفني بتقول أنت بتعرف اللي أنتني ليك؟ ليه ما ليه بحب كل شيء؟ ليه ما بيقول عن شيء مش طيب؟ ليش ما كل شيء طيب عنده؟ كل شيء أكيد نحن الجواب اللي كلنا متفقين عليه هو بيقول إنه يا جماعة اللي بيعرف أنتني بيطلع فيه، إذا شيء مش عاجبه بيجاوب. يعني إذا كنت عم تقول عم تاكل شاورما ما حبيت الشاورما، بتقول
خبز طري. اوكي يعني انا ما مش ع... اللي بيفهم يفهم، بس كمان في سبب اسباب حكيناها ده من قبل، بس نرجع نعيده. Why don't you go very negative on Instagram or on social media on your channels when it comes to food? And when you don't like the food, what do you do? نيجاتيفيتي بتجيب فولورز، والبرهان يحن الزقيه في كتار. تعمل من حالك شغله، تعمل من حالك بطل وتكب سم بتجيب فولورز. العالم بتحب النيجاتيفيتي، العالم بتحب الدراما، العالم بتحب اذا شفت حادث هلا رح نوقف نضرب فرنت نشوف الحادث وتصور. ونصور. العالم بتحب هول الدراما. انا ماني من هول، انا بحب يجيب شغل لناس ما اقطع برزق الناس. فكتير مهمه ساعات ما بحب شغله يمكن انا محبه انت تحبها، ليش بدك تكب سم وقطع رزق؟ مثل ما في كثير عالم بتروح لعندهم وبيزيد شغلهم لانه ناس الحمد لله. فيها الحمد لله من دق على الخشب. ما لنا شغلتي مقبيله اني اقدر اقول للعالم، ولا ما تروح لهونيك لانه بش، يمكن نهارتها واقع بالغلط، يمكن نهارتها الشيف ما اجى على الشغل، يمكن نهارتها شغله منيح. بالاخر هو فاتح وعنده موظفين وعم بيدفع اجاراته، يعني عنده زبوناته، خلي زبوناته يمكن ما لنا زبوناتي. فانا بحمل حالي وبقول انا يعني بعمل هيك، ناس عرفت انه ما منا الطعمه اللي انا بحبها وما راح يروحها ولا عنده، يعني انا ما بوثق فيه او اذا بدك اي دونت ريكومند، بس ما بجي بقول عاطله وبالله. وانت بتعرف انت حدي كل يوم، وهلا بنحكي بهذا الموضوع، بنسكر الكاميرا بنعيط لصاحب المحل بنقول له بهال 12 سنه خبره هالقد بهال 10000 مطعم اللي فتنا عليهم بنصحك اذا بتحب تسمع رايي في غلطه هون 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 هون، اذا بحب بتظبطهم بعت وراي بعد شهر شهرين ثلاثه يلي هن برجع بجي لعندك ومنخبر العالم عن هالجمال العظيم. اوكي سو لهون سكرنا موضوعين حاميين يلي هن ليش ما بتحكي عن الاكل مش طيب. حلو حاميين ايه لانه انا برايي they are very hot topics. وليتلي عن جد كثير اجى الناس وقفوني وسالوني انت صاحبه لانتوني او رفيقه لانتوني او بتشتغل مع انتوني ليش؟ قل له لانتوني هيدا المحل. هلا في جمله بتيجي من بعدها، طب احنا رحنا على المحل ما عجبنا. جريت، شو الجواب؟ اذا المحل ما عجبني مثل ما قلت لك بخبره لصاحب المحل انه هذا الشغل غلط. لا مش هيك، اذا انت قلت عن المحل طيب وانا رح دقته وما عجبني في نص دقيقه بدك. اوكي مش معقول، فمش معقول انا اليوم عند بنيه شغل تعب هليك سفر قاعد بعيد عن عائلتي، تركت حكيم سنين، صرفت مصاري قد ما بدك، دفعت حق تيكيتات واوتيلات وشغل وتعب وصحتي بدك كرمال ابني مصداقيه ماشي تاني. صح، ما صرت غني الحمد لله، تقبلي مصداقية، فهالمصداقية حقها كتير مصاري عندي، وأنا هي أساس كل شيء. اليوم في شغل أشياء أساسية بحياتي هي المصداقية، وهي كرمي، وهي حب للعالم، وهي بيوم عم خديتي بثلاث ثواني لأنه ماني إذا برخشة. سألتني الصبح عمل مشكل بحياتك؟ قلت لك لا، مع إنه جد كبيرة. بس ما قلت لي مش أكل ولا كف بحياتك؟ قلت لك الحمد لله ما فتشت على مشكل وما إجا المشكل لعندي. صح لك انت الموضوع. فهون اليوم اكثر من هيك هيك اذا بدكم ترانسبيرنسي ما بيصير. فاليوم في مصداقيتها قبل الدنيا ومصداقيتها بتقول انا ما فيني اقول اكدو شيء، يقول كثير طيب لانه يمكن الزلمه دفع لي تأشي او يمكن الزلمه اللي تعى او اللي هو، بس فيني اكدو شو مثل ما انت قلت بقول والله الورقه اللي استعملها عظيمه مع ابتسامه. فانا ما قلت شيء، فانا ما قلت شيء. هيك في شغله اساسيه كمان، اوقات اذا انت عجبتك منقوش بمحل وانا ما عجبتني بعد ما انت رحت. Let's be fair. هذا بنسميه ذا كيرس اوف انتون. خلينا نقولها مثل ما هي. امبارح كنا عم نحكي عن محل فول كثير مشهور. الفيديو تبعه جايب 17 مليون فيو. والناس عم بتروح مؤخرا وعم تقول بطلنا ننبسط. طيب اوكي، عجقت عليه، انعجق. كان يفوت خمس زبونات صار يفوت 50 زبون. كان ما يلحق صار ما يلحق. يمكن ساعات انا بجي بحط لي حب وحنان اكثر ووقت اكثر وبتسكر الدنيا حواليه وما بقى يشوف حدا الا انتوني. نعم. ليك بس كمان ليتس بي فير اند سكوير، الدنيا اذواق. يعني كمان انت عندك ستاندرد اوف تيست، يمكن بطريقه ما في حدا تاني ما بحب هالتيست بحبها بطريقه تانية، واللي هو حق العالم. سو كمان يا جماعه اللي بيقولوا انتوني كمان انا برايي طبعا انا شو بقول ربيع، انا ما بجي بقول ما في كلمه طيب مش طيب، انا بجي بقول اكوردنج تو اللي انا بعتبره هو الساينس العلم، بهالعلم شغل صح. يعني خلينا نفوت بالفول. اوكي الفولات طبخهم مزبوط، نقعهم مزبوط، مش حاططهم بالبريستو، منيمهم قبل بنهار، قشرتهم طريه، فكت عنهم، حبتهم كبيره، بالخلطه اللي خلطها ما معصهم كثير، حط لهم حمضاتهم مزبوطين، حط لهم مكوناتهم مزبوطين، اند سو اون. على هالاساس زبطت معه وانا حبيتها. The process was great. مزبوط. Great. في محل تاني شغل كله غلط ومش طيبين، مش زبطين. ففي اذا واحد شغل صح، يعني اذا خبزته مزبوطه ومن اليوم مش من امبارح، اذا لحمته منقوعه مزبوطه وما بتعلق،
اذا قصت الشاورما مستويه ولا، اذا شغل كل الشغل بس بالاخر ما حبيتها هذا ذوق، اوكي بس اذا شغل كل الشغل مزبوط بالاخر بقول هذا شغل صح وانا حبيتها، بس هتبوسها على محل بقول هالشي مش يعني ورقتها منيحه يعني شغل غلط. مظبوط. فما ب... انا ما بحط ماي بيرسونال تيست، انا بحط ساينتفكلي شو بعرف وشو تعلمت وشو بلاقي لازم واحد يشتغل شغل صح. الشمس سقبتنا بالوجه. عن جد شغل صح، على هالاساس بحكم على عم بيشتغل شغل صح. جريت. بعدين ما في نفس، مشكلته ما في نفس يعني ربنا ما عطاه شو مظبوط. وليك مش انه غلط وصح، في ناس عن جد بيحطوا نفس بالاكل. امبارح رحنا على محل كنا عم ندوق، الزلمه لحاله القعده ما بتاخذ العقل، واكله بيعقد مهضوم طيب على هالستاندرد المحل. كمان ما نحكي كباوت ستاندردز، نفسه مغطى على كل شيء. فتنكون صح. علم بالاخر في ناس بالبقله بالشغل بالاكل، الاكل منه وظيفه، الاكل نفس، حب، حنان، طاقه، انرجي بتحطها بقلب الاكل. فالشخص اللي تعرفنا عليه امبارح وغيره يمكن تفوتوا على محل تقولوا ايش هيد بهالمحل الزغطور حاطط لوجو ما بعرف كيف وستيكرز برا وباب صغير وكراسي غريبين وضوء ابيض، بس شغل صح. مش ضروري يكون في احلى محل مكلف مليون دولار وديكوره كتير عالي ومهم كرمال يكون الاكل طيب. فما نحكم على الشكل، نحكم على بالاخر حسيتوا الطاقه بقلب الاكل، رجعتكم عند امكم، صح. فهول كتير مهم. اكيد. شغله كمان I want to ask a question. كمان don't you think انه every category of food, for example الشاورما at a five star place has its standards, and a shawarma at a street food small shop has its standards, so you don't expect to eat this at the standard of that. So كمان بيجي بيقول لك انا برجر هيدي ما انه عاديه، فاين، بس انه that's what that shop when it gives you a 5 درهم برجر. حتى بالكومباريزنز بنقول نحن اثنيناتنا متفقين كثير بنحب ماكدونالدز، صح؟ ما فيك تشبهه ل 5 جايز اللي هو مرتين حقه، ابدا مرتين حقه، وما فيك تشبهه ل واجيو برجر اكلناه امبارح بدباشيكا حقه 3 مرات حقه بغير سيت اب، بوتيتو بان، اخذ شغل، لحمه مفرومه كيف قط تبعها من هون الابيض اللي بقلبها اتسترا اتسترا. بس طبعا بيجي بقول ما حبيت البرجر، او ساعات لحدا بيسالني بيقول لي انتوني واتس يور فيفرت برجر، بقول له جريت اور فايف كاتيجوريز، ماكدو، ستاندرد، درايف ثرو، اتسترا، جراب اند او، ايت، يلا مشي، جراب اند جو اند ايت، اعلى منه درجه اللي هو الفاست فود تبع فايف جايز، اعلى منه درجه اللي هو الداينر رودستر ستايل، صح، اعلى منه درجه اللي هو جورميه قاعده مهضومه بمحل ريستوران مطعم جاي مع البطاطا بوحده حديد اللي هو، واخر اخر اخر واحد هو انجس او واجيو فيري فاين دايننج اب سكيل 40 دولار برجر. اوكي اي واحد بتحب، اقول لك باي كاتيجوري سو هيك. اكوردنجلي بناخذ وقفه مع الاعلان وبنخبركم انه الكاميرات عم تطفي فور اني ريزن، حميت يمكن يس. فمن شانك دائما بقول لك صور بال هيدا الشيء التليفون ايفون، لو بيعملوا لنا سبونسر بيعرفوا قديش بنحبكم. عن جد عن جد. طب اعطيني 3 ايفون حطه. يلا وقفه مع الاعلان، وقفه مع الهيت بريك بسميها وبرجع. Cruising with Raps season 2 episode 1 take 2. Okay, we're back from the heat break. We're back from the first part of our discussion. We'll go to the second part of our discussion. يلي هو انتوني من وقت ما اخر مره قعدنا من سنه، شو تعلمنا هالسنه؟ برمت بلاد كتير. خبرنا هيك quickly كل بلد رحت عليه، شو تعلمت وشو شفت ومين تعرفت؟ اوف. What were the highlights of every trip؟ ربيع من وقت ما التقينا لليوم، شو بدي اقول لك؟ من وقت ما التقينا لليوم رحت على كندا مرتين. صح. رحت على استراليا مرة وقريبا الثانية. رحت بلشت شو تبعي ببغداد. Doing amazing stuff. Amazing amazing amazing. في حلقة بتطلع كل نهار أربعة عشية، الأربعة بنام بقوم 15,000 فيو، بيقطع من الثاني نهار ثالث نهار 30,000 فيو. بغداد is rocking roll. ما بعتقد حدا متصور بغداد قبل هيك، ما حدا رح اقول عراق، بس انا بلشت ببغداد وهلا بلشت وسع شوي شوي، كربلاء، نجف، and so on. فان الله راد رح نوسع كتير. فالعراق شو عامل ضجه. شو الهدف من يعني شو الهدف من يور تريب ببغداد؟ بدي اروح محل الكاميرا ما راح، بدي اروح تفرجي العالم الحقيقه تبع البلاد العربيه مش تبع الاخبار، بدي اروح تفرجي الناس البلاد الحلوه، بدي تفرجي العراقيه اللي تركوا بلادهم من كتير زمان
بلد مش تبع الاخبار واستقبل وودع وطلعت الدولار ونزل الدولار وعملت وطلعت وخبريه وانتخبوا وطلعوا ونزلوا، والتقى بالناس الطيبين، التقى بالعالم، التقى انزل على الشارع اكل معهم، اكل الاكل التقليدي، اكل عيش. وبغداد فيني اقول لك ستعمل اكثر من 270 وقفه في ما بعرف ايه 28 حلقه واو هوبفلي وان جوينج. شو كمان عملنا؟ دبي عدة مرات، عملت ميشن نيتشر مع مارك بأبروس، عملت ميشن نيتشر مع مارك ببلجيكا وبفرنسا. ما كتير صار لي وقت نسافر مع نال وحدنا لأنه نحن معودين أنا ونال نسافر كتير، بس يعني شغل الواجب قبل. فرنسا أجين دكان علاج عام، كتير سفرات على باريس. وي سيليبريتد 5000 فيديو على يوتيوب وهلا صرنا 5100 and ongoing. good content, real content, 4K quality content, good music. ما في انه يلا كباين في ناس بتقول ايه ما نحن بنعرف مدري مين عنده اكثر. بعتقد انا بالتوب 5 والتوب 10 من الناس اللي عندها content، غير النيوز اللي بيحطوا 100 نيوز بالنهار. اوكي بس كله beautifully edited, 4K, nice content and so on. فجوابتك كثير حكيت كالعاده، بس هلا ليتلي سافرت على ماليزيا. ايه نسينا ماليزيا يعني بالشغل، بس كان هاي السنه الماضيه، فرحنا قلنا السنه الماضيه، هاي السنه كانت ماليزيا. السنه عملت عوزت او ماي جاد. هو التايتل تبع ماليزيا اذا بدك السلوجن تبع الدوله هو ماليزيا ترولي ايجيا. اوكي تفهم صارت بتنزل، تفهم انه ماليزيا هي بلد مزبوط رائع، بس فيه بيج تشاينيز كوميونتي، هيوج انديان كوميونتي، هيوج كوميونتي فروم اول اراوند. حاجه تخيل انت وياها ما راح تدور، ما بدها تدور. دون ذس كاميرا از نوت وركينج، ذس از وركينج بس ذيرز ان ايرور ان ات اند اي دونت نو وات ات از. تعالوا خلينا نعمل لهم دعايه حلوه لجو برو. جو برو صحيحين يطفو يحمل بطاريه. اتس ادفنتشرس كاميرا، ات جوز اوف ات ذا فيرست 10 مينتس، تاخذ 10 دقائق تعمل كونكشن على بلوتوث، حالتها حاله. جو برو بالضبط، دو سمثينج اباوت ات بليز. جو برو اوكي ديليت بي بكره مش انتظار خربتوا لنا بيتنا. ما تخيل رونج، ات دازنت ميك سنس. يعني اكلت اكل وقلت دونت جو تو ذيس بليس. شو حسيته هلا؟ حسيته ليش عم يقطع لهم رزقهم لجو برو؟ هلا بكره بيقولوا نو جارليك نو اونينز، ايه الجو برو مش منيحه وبتقوم الدنيا وبتقعد. ايوه يومك مش اوكي. فماليزيا ترولي ايجيا حلوه كثير. كان في كنت معزوم من وزاره السياحه، كانوا عاملين تقريبا بروجرام فيه 20 وقفه. كم وقفه عملت؟ 90 بكم يوم؟ 6 90 وقفة؟ وصلنا أول شيء على المطار، استقبلني بول بقول له هاي بحبه كثير، كثير حبيته. فبول بيقول لي according to the program sir you have to go rest at the hotel. قلت له rest مين؟ أنت بغلبك بالعنوان أستاذ. فعمول مهروب بدي حلقة اليوم. بلش دو 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 دو. وصلنا على شيء at 9 قال لي are you sure؟ what time should I pick you up tomorrow؟ قلت له 8. قال لي Anthony you didn't rest yet, no jet lag؟ قلت له I'm not coming to rest, I'm not invited to rest, أنا هون كمل اشتغل. فبلشنا ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يلا شو عنا نص ساعة فراغ، يلا 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 يلا. بعد خمس يوم قال لي عن جد ما أنا ما بحياتي شايفك. هو مش ما ما ما, ما, ما تخيل، لأن إجمالا ساعة حدا بيكون معزوم هول تبع السوشيال ميديا بصيروا عروي وسويت اوكي I need to go shopping عروي اتسكرا، مع احترامه لكل الناس. فنحن بوم 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 and الأحلى we edit one episode a day. Yes. فكنا النيم يو على بول اللي حضرت حالي امبارح. Who did it؟ قال له انا. قال لي and what time did you sleep؟ قلت له oh, I slept enough. But this is behind the scenes how hard work we do. فمرات هيك في frustration انه طب انه فينا نجيب views اكثر. ف share it with your friends، خلينا نجيب views اكثر لانه عن جد في تعب. One فينا نجيب views اكثر. Two فينا نقدر اكثر. Three why do you do all of this؟ It's spreading happiness. I love it. خليني أسافر معي ساعات أنت ما فيك تسافر. ناس تجي بتقول مرات في منهم إنه آه والله you can travel. أنا بترك عائلتي تسافر، بتعب تسافر، بدفع بجيبتي تسافر، أنت تحضر وتنبسط ساعات أنت ما فيك تسافر. فسي جاست بوزيتيف سايد أوف إت. فينا نقعد بالبيت، كلنا نقعد بالبيت وما نحضر شيء، ونروح نحضر دوكيومنتري على ناشونال جيوغرافي ما بيحكي لغتنا. فبجرب أبرم، بلتقى بلبنانية، بلتقى بعرب، التقيت بعراقية، التقيت بأردنية، التقيت ب it's spreading happiness and touring the world, sharing joy, connecting boundaries. اليوم التقينا لبنان مع ماليزيا، كثير عالم حضرت قالها
اوكي ليت مي فولو ذا ستيبس اوف انتوني بول. بعت لي مساج امبارح قال لي ثانك يو سو ماتش فور ريكومندينج يو تو يور فريند، اوريدي عنده 3 بوكينجز. انتوني مان دود بريذ. All right, we have a long way to Abu Dhabi. We're cruising. We're having cruising going up. لا يا خيي ولا خيي ولا يا زلمه احنا وين؟ لا انا I'm hosting a show. You have 28 episodes a week. To say as much as you want. Say hi to the horsey. Hello. طب دخلك ليش تسبح؟ يا خيي خلينا نحكي. يا زلمه رو احلى شيء على فكره بس تكون عم تحكي مع انطوني على التليفون عم لك شغل انا وياه شو احلى بيقول طب اسمعني يا حبيبي شو اللي اسمعني اخي مش عم تسمع رو صح اوكي هو اخر شيء بيقول لك كونستراكتيفلي هو بيكون كسر اخت الخبرية كونستراكتيفلي رابس اي ونت تيل يو ذات اوكي فاين ثانك يو اولرايت رو السؤال هو الاساس كان مختصر مفيد ما عندي مختصر مفيد بعد بدي اشكي شكوى اذا كنا انا وياه عم نتحدث هو عم بيسمعني سواء انا بطول بالحديث بعد شوي بقول وجعت لي راسي ربيع سمعتك خليني انا احكي بحسك بالذنب مان طب حديث بده هالقد ليش بتعطيه هالقد قول لحالك صار لك ساعه بتطرغ الحمي الكاميرات وما كانت توقف بس عم خبرهم شيء كثير مفيد اكيد لا اوف كورس everything you're saying is jewels حبيبي لا حبيبي حبيبي دي جاست يا حبيبي اوه اي جوت ات فكره الكلمه هول تبع اللي حبيبي حبيبي كيفك مان عيوني حبيبي اي دو ات بركز مورا بس اي ثينك جاست جيت اتس اتس ا ستيت اوف ووردز او وات ايفر بس ليتس جو باك تو ا كويشن يب يلي هي كنا عم نسال قبل شوي ليه بتعمل كل هول السفرات وحده شفت مثلا هي هلا قررت ترجع تطفي هاي هول بعدهم بعقده تمام اوكي يا اوكي كول بالمبدا قلت شغله كثير حلوه بس هيك تنقولها فاينلي تعطي a window or an opportunity for people to see in your eyes things in other countries that حتى هن بس يسافروا sometimes they don't do it so you take the camera into the suburbs the small food small shops small shacks وهذا اللي يمكن اليوم مميزك عن الكل انه كل ما حدا يشوفك بيقول لك مان اخذتنا على ضيعتي انا مش شايفها فوتنا على شارع ما شايفين اليوم الصبحيات عملنا مورنينج شو مع كريس فيد كانت كثير حلوه ات جيف مي جوز بامبس كريس واز سوبرب كريس واز سو نايس كريس عن جد واز سو هيك ريسبكتفول وحبك بينت الحب يعني الاحترام والحب والابريشيشن اوف اول ذا ورك يو دو انتوني وهذا شغلة كتير أساسية بعتقد this is what you thrive on and that's من هون أنت you will up أهو الكلمات ده قال لك حدا قال لك man thanks على الراديو لايف قال لك إنه you are showing us Lebanon in your eyes on another note كريس عمل معك ضرب الأونيونز وما أكلته ليه ما أكلته من؟ لآخر مرة حنحكي هالموضوع شو قصة التوم وال... إيه أصلا هو اتضايق يعني oh my god عن جد لا كريس I'm sorry I love you كدش كدش اونيون ليك بس تنقول الحق انا جوابي جاوبته كان في بتجاوب غلط بتاكل بتجاوب صح هو بياكل انا جاوبت صح بس ايه انه عن جد السؤال الثاني ما كنت عارفين انا عن جد كريس واو كدش بصلي الساعه 9 8 الصبح قرشته او ماي جاد ما فيني اكل بصل وثوم عندي حساسيه على البصل والثوم بيقتلوني بيروحوني واتفقنا انه كريس ذات الشيء بس ساعة الكادشا بعتقد انتزع نهاره ما شعرت سمعت عنه شيء لساعة 4 بعد الظهر هالزلمة العظيم يلي اشترك بدبي بلينج يلي على راديو شو كل يوم الصبح بيوعى ساعة 4 ونص وبيتعب 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 بعد الظهر لقيت كومنت عندي واو انتوني ثانكس فور ذا منقوشه هاو يو ديسكرايب فود از اميزنج اوبن كومنت هلا قريته قبل ما نجي ريسبكت عن جد ريسبكت للتواضع لهالشخص العظيم بحبه كثير ورغم كل شيء بعده بتقعد انت وياه انه شيء بيشبهك وبيشبهه بيور جوبز سمعت اليوم وانت سمعته اي ثينك يو نو وات ام توكينج اباوت وقت سالته هاو دو يو دو ات هو بريتي مالك كمان بريتي شي هو اميزنج بتعقد شيز بين وذ هيم سينس داي 1 عن جد they have a very nice bond بريتي كانت عم بتقول لك وعم بيحكي اباوت هاو دو ذي ويك اب افري داي ات 3:45 to leave their husband and wife,
come to work at 4:20 and come to the radio, get ready and prepared. شايف كده something very important كده عم بقول the mindset that he has to put himself into in front of millions of listeners, talk to them with the same exciting tone as the morning show. Enta, you are the voice of people starting their day. You cannot damage it. He has to block everything that is human. أكيد عنده قصص وحكاياته. خبرنا اليوم بغير الشر إنه his dad was not feeling well. بس still on air عامل معك جو مولع الدنيا العالم عم تدق له من كل أنحاء العالم. ونفس الشيء لإلك. أنت اليوم وعندك أكيد أنت إنسان ما عم بتنام كفاية. صار لك 365 سنة بينها بالسنة ما بترحم حالك. سفر سفر سفر. عم بتغيب عن الأولاد، عم بتغيب عن نال. بنفس الوقت بدك تطلع قدام الكاميرا تفرجيه إنه أنت أكثر إنسان سعيد. To reflect the reality of life in a very positive manner. طبعا. How much energy that does take from you? A lot. أول بليك a lot. Thanks Ravi. A lot. But not much because I'm super passionate about what I do. So ما في شيء نهار بقول في اليوم بدي أصور أبدا. جوع ونقول اليوم بدي أكل الدنيا أكل. شو في عنا شيء ما صورناه؟ مين بدنا نلتقى؟ شو الخبرة الجديدة بدنا نجيبها؟ شو الفيديو اللي بدنا نصوره؟ مين الهيرو اللي بدنا نلتقى فيه؟ شو الأكل اللي بدي أجربها اليوم؟ وبارح كان عنا معزومين على العشاء قعدت مع كريم اسمه شخص عظيم يا ريتك قعدت على الحديث شي ساعتين والحديث كان لدرجة عميق غني مش معقول وقلت له يمكن أنت مفكر إنه أنا إنه اليوم الحديث أنت عم تتعلم مني أنا بقول لك أنا عم بتعلم منك مرسي على الساعتين اللي اعطيتني اياهم قال لي كيف عم تقول لي مرسي وانا عازمك على العشاء وقاعدين سوا قلت له نو هي بعشاء شيء بس the valuable info you're giving me is learning so انا عندي هارد ديسك كمبيوتر كل وقت عم اتعلم انا باي ذا سكند لحديت ما اقدر هالعلم اعطيه لحدا العلم مش لك ربنا اعطيك نعمه العلم تتعطيها هو هيك مسج يعني بتقطع من هون تتعطيها لحدا بتقطع من هون تعطيها لحدا فكل يوم بتذكر وبذكر الناس أنا كل شيء أنت بتعرفه درست عملت طلعت نزلته في ناس سر المهنة ما بخبرك. It's not for you. سر من مين؟ It's for everyone. بتروح من هون تتوصلها differently. صح. ربيع رمان شو بيقول؟ بيقول الكمبيوتر أنت كمبيوتر سلة توصل. أنت معلومات كيف واحد بخبرها لأن كل ما نكون قاعدين مثلاً بقول له هيدي بتنعمل هيك هيدي بتنعمل هيك لوين جبتهم هول؟ بقول له علمت المحل انا اقول المحل اكيد المحل شغل المحل اكيد عن جد عم بقولها بكل تواضع انا اقل الناس يعني بس انه قديش فيني اعطي من قلبي this is my drive يعني بوع على الصبح بقول اليوم قديش فيني اتعلم وقديش فيني اعلم in return بوصل لاخر النهار بقول اوكي اليوم شو تعلمت وشو علمت صار فيني نمت وكيف عذبت ربيع؟ هي اكيد انا عتلان هم بكره صار بدي ارجع على لبنان كيف بدك تعيش بلايه بس فيك تقول انك انت بس تسافر رح تشتاق لي فيك تقوله يعني ريلاكس مان نو يو ويل سي رح تدق لي اول ما توصل حتشوف ذاتس واي يو كومينج باك ان 5 دايز لا وجاي مع مرته بشرط لابس تكون معك الوقت اخي جاي مع مرتك ربيع شو بتعمل انت مع نوكاريك اونيونز هايدي وي غانا ريفيل تومورو تومورو مش اليوم نوت توداي سو تومورو احضروا البودكاست اللي حتصور بلوكيشن كثير حلو We're revealing هيك خبرية جديدة ل 2023 لقطنيكم تتحضر الحلقة اللي بعدها I'm proud of it We'll go back to something very important وقتها كنا عم نتمشى بجولف فود شفت ناس لبنانية ومش لبنانية من كل حي العالم بستاندات غير يعني شفنا اللبناني بستاند المكسيكي شفنا التاجر مصري بستاند لنقول ألماني أول شيء في 3-4 جمل ركبوا براسي One من كل الجنسيات Guys please عم بقولها بالعلن انا يمكن انتر ولا مره اقول رح اقولها مثل ما هي اوكي I'm really claiming Anthony's reach today is beyond the Lebanese community Anthony's reach today is on every single nationality you can imagine Emiratis Saudis Arabs Africans West East you name it from India from Pakistan I've seen from the Philippines I've seen fans coming and stopping Anthony عم بيوقفوا يقولوا please we want to take a picture with you we watch you every weekend that's number one number two something that I love and I heard a lot بدي اتصور معك تبعت لمرت ولادي لانه بنحضرك على الويكند man شو عم تعمل بالعالم عن جد بيوتيفل هذا الشيء بجاوب على السؤال الاولاني ليش عم بتسافر ليش عم تلتقى بناس ليش عم بتعرفنا على مطاعم ليش بتضلك تصور ليش ما بترتاح ليش بتحط 3 فيديوز على يوتيوب بالنهار كرمال أبسطه لمارك اللي دقيت له اليوم اللي عمره 12 سنة
كرمال ابسطو لفادي اللي اخذ صوره يبعتها لمرته، كرمال ابسط ام فادي يلي بتجمع اولادها اولاد اولادها تتقعد تحضرني. جاست درايف يعني شو بدي اقول لك. فانا كنت جاي اسالك مزبوط، حاطط اشاره حابب توصلنا لانه صارت مزمر البنزين 3 مرات، انا ما راح ادفش. لا بل انت قلت لي بدك تضعف كم كيلو، سو انا اي ونتد تو تيز يو. بعد ما ضوت شو بعد ما ضوت؟ صارت مضويه مرتين بعد ما ضوى بلينك. انت بتتركها اصلا تضوي ساعه انا بكون معك انا عبي لك بنزين؟ ايه ليش المشوار لمين؟ صح انه مش معقول. سو كروزنج وذ رابز سيزون 2 ابيزود 1 اند 2 3 4 5 كلكم سوا ساعه بتجوا تطلعوا معه بالسياره عبوا بنزين. هلا هلا اوكي. اول شيء ما نقول لاست سيزون كان عندنا جيب رانجلرز من جيبرز، ثانك يو فيري ماتش، ذي بيج سبورت فور اس، انبسطنا عملنا حلقات كثير حلوه. ثانكس اجين. This season we haven't focused on the car yet. So بدنا السيارة ما تدفش الكتف على الكتف. فإذا حدا حابب يعيرنا سيارته الحلوة البلينج بلينج القصص اللذيذة الكبيرة الصغيرة وكذا، فنحن حابين بس الصبي نجيب له سيارة حلوة يعمله معروف. Open invitation. اللي عنده سيارته نحن بناخذها بناخذها نهار بتصور فيها. يعني يمكن في ناس ممكن تجي أكبر مني ما بتقعد هون. هلا حيشتغل على السايس. اذا واحد متقل الترويقه ما ابدا 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 ابدا. بس تعرف كذا مره في اي نو ذير ار ثينجز اوف 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 لاين تحكي فيهم انت اباوت ذا مسجز يلي بيجوك من فانز اراوند ذا وورلد. منهم بيبسطوا، منهم بيحطوا الدمع على العين، منهم بيرفعوا الراس، منهم يو جيت جوز بومز تقول واو ذس از وات ميكس مي ويك اب افري مورنينج. ما حكيتها قبل شوي كنت ناطرك تقولها، ما بدي منك تفوت، ما حنفوت. فيري برايفت مسجز عم تجيك، بعرف 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 والله. اذا حدا منكم بيقراهم طفرته، بس اعطينا هيك 2 3 they touched your heart without naming names. بلشت أكيد. بلشت اول مسج برجع هلا برجع بتذكرهم بقعد هون. اول مسج اجاني مره من حدا قالت لي بست، قالت لي انا كنت وقفت اكل، انا كنت وقفت عيش، انا كنت خلص عم بموت، عملت كانسر وبطل فينا اكل، فبلشت احضرك وعلمتنا اكل، علمتني حب الاكل، شهيتنا اني ارجع اكل and I lived again. واو كانت اول مره بحياتي. شو صار هالقد عند هالقد الامباكت قوي. and then برمت الايام واز كنت مره بايفنت حياه الله يا ربيع، كنت مره بايفنت بشوف شخص جاي من بعيد وقف شعر بدن. ما كنت عارف، ما بعرف بس حسيت وحياة الله. اجت لعندي حطت ايد علي قالت لي انا الشخص اللي ببعت لك مسجز. اوه هيدا كوسموس جد. وهيدا الشيء رجع كفى عدة مرات. تقريبا في شيء 6 أو 7 اشخاص بعتوا لي انه نحن وقفنا ناكل رجعنا ناكل وقفنا ناكل رجعنا ناكل. واز اخر مسج فيني اقول لك يرجع بتذكره لست قالت لي عاوز فين احكي عن الموضوع. لا لست قالت لي بدي بس اقول لك بليز ما تزعل، بليز ما تزعل، انا ابني انتحر عمره 26 سنه، بس كل شيء خليه يضل عايش هو انت، وكان يجي يقعد يحضرك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. بعرف انه هو فل عن جد، بعرف انه هو فل، بس لازم انت تعرف انه كان عندك امباكت عليه كثير وخليته يعيش كل هالفتره الطويله. فبس بدي اقول لك قلت لك بلبنان؟ لا هون. قلت اوكي طب شو فيني اعمل؟ قلت ما عم بقول لك تعمل شيء، كنت عم عايز ارتاح خبرك. So she watches you and remembers him. Yes. Because he loved you so much. Yes. Man. اوكي انا قلت لك نقي كم مسج. عن جد ففي شيء اشياء بتصير بتخليك تعرف رغم كل شيء والصعوبات و150 مساج ناس بتنتقدك وبتعصب عليك شو بك لبكي. لا فرغم كل هول في شيء بيرجع بيقول لك طيب ليك محبت العالم تعبي بنزين. محبت العالم كيف؟ خويت محبت العالم خويت نحكي نحن بتصير نعلي على 150 شخص صار في مليونين بيلون بحبوك ماكسيموم فما بنضيع وقتنا فيهم. Fuel time and we will be back. وقف إعلان تاني. لك هيك كثير عامل بنزين هيك ما تروح الشمس. انت ما كنت بحرب لبنان في هيدي تبع الأخبار عرفتها بالأول؟
هيدي الموسيقى بقيت براسنا، ما اعرف ليش اهلنا كانوا يسمعونا اياها. اسكتوا اسكتوا، ايش الاخبار؟ الاخبار اوه ماي جاد. كمان كان ينتو لا يعرف، لان there was not much communication. حطيت لهم اياها الموسيقى. بدي ارجع لقيها صوت لبنان. صوت لبنان؟ لبنان الحر. نشرة الاخبار. اوكي. شو احلى ضيعة زرتها السنة الماضية بلبنان؟ من الضيعة اللي makes a difference. انت اكيد بدك تسألني هالسؤال؟ specialties. Are you paying by card or cash? By card. By card. He's arbab. هلا انت بدك تسالني هالسؤال، بدك يعني 2000 ضيعه بلبنان، نقي وحده منهم، يعني حط على ظهري 4 مليون ونص زلمه ما عاد تخلص سكر المطار. في كثير ضياع حلوين. okay. هن الضيعه اللي الضيعه الحلوه هي الضيعه اللي فيها حب، اللي فيها محبه، اللي فيها ناس، اللي فيها استقبال، اللي فيها نفس، اللي فيها نضال، اللي فيها ضياع كثير. ما بدي اقعد اذكر لك هلا، بس تطلع على ضيعه مثلا مقطوش شريط الكهرباء صار له سنين ما فلو، هي ضيعة حلوة. بطلع على ضيعة مثلا رغم كل شيء، ظروف الحرب، الجرائم اللي صارت، رجعوا قعدوا جينات مع بعضهم. بطلع على ضيعة بتحس اكلاتهم غير يا زلمة، بفسر لك كيف. نفس غير 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 قصة غير. لكن اليوم انت على الراديو حكيت عن خبرية ضيعة كريس. حكيت عن ضيعة شو هالإمكانيات؟ أنا ما كنت بعرف القصة. فاين، إيه ريت أخبرك إياها. سلام. حكيت عن ضيعة اسمها نيحة، بحبها كتير، بحبها كتير. أنا جد عم فتش على سقفة أرض أو بيت صغير أقعد فيه فوق، honestly ترو ستوري يعني. فنيحة طلعت لعندها، كان ضيعة بالبترون بعيدة على التلة، بدك توصل لها لأنه الطريقة ما بتوصل ولا محل. كتير في أخبار بالحرب، كتير كان فيها ألغام، كتير فيها حرب، كان فيها عن جد very very drama stories. أغلبيتهم فلوا على أستراليا، فسطلعنا صورنا بالضيعة، وصل المسج على أستراليا، سبعته دعم بتم تسمي مساعدين، دعم effective، بعتني لكم تشتروا قمح، زرعوا قمح، مش بعتني لكم مصاري براسكم. رجعت برا مثل أيام، كفينا حلقة تانية، بعتني لكم solar panels، ما بقى ممنوع بقى ما يكون في كهرباء، كل البيوت صار لهم كهرباء. فصار فيها معمل، صار فيها معمل بهارات وحبوب وكشك، صار فيها one of the most beautiful guest houses ever تحت الأرزات. رجعت هيك بنية بنت. And this is one story of 1000. That being said, people are trusting you a lot from around the world. The Lebanese diaspora is actually عم بيوثقوا فيك كتير، بيبعتوا لك مصاري مساعدات لتوصل للعالم. شو هالثقة؟ بيسألني أسئلة بصير أنا مجبور جاوب، فبين كان عم شوف حالي ولا ما عم شوف حالي. أنا بدي أشوف حالي عنك. بدي أشوف حالي فيك عنك. الحمد لله عن جد في ثقة. بالوقت الأزمة عملت له مساعدات كتير، مليارات الليرات اللبنانية على بعرف عليت، يعني بلشت ب10,000 صارت على 80,000، بس بليونز وزعنا. وقت انفجار بيروت وزعنا كتير كتير كتير، اشترينا مونة وزعنا مونة، lots of things صارت، يعني كتير كتير مبادرات من كل لبنان لكل لبنان، من كول وطعمة، كتير اشياء صارت كانت كتير حلوة. وكفت اليوم، بطلت انا عم باخذ مساعدات، لما بدي اكون اسمها اسمي ان جي او، اذا حدا قال لي بقول له تكرم عينك، بس بتمني انا ماني جمعيه، بس بزت ال كوت. بس اي هاو يو بيت اوكي جود اي كمل هاي فايف. عرفت نقول بالسهرة اللي قبل ما تجي الفاتورة بتعرف مين؟ ما رايح وجاي. ايه فاليوم بقول بضوي الضوء على في هيدا الارتيزان، اذا بدك الهاندي كرافت او الحرفي، فيكم تشتروا من عنده، في هيدا الحرفي فيكم تشتروا من عنده، في هيدا الست بتعمل مونه فيكم تشتروا من عندها، في هالشخص بيستاهل وبيقدر يبيع ومنيح ومرتب، بقول له تعا تنحط لك اياهم بدكان بباريس. في شخص بيعمل شغل كتير منيح، بقول له جيبهم تعا حطهم بميد باي نيتشر، عندنا ايفنت نهار الاحد، تعا عرض غراضك بيعهم. سو بجرب قد ما بقدر اعرف الناس على بعضهم واخدم الناس باللي انا بقدر اعمله. دائما بسالك، في كتير ناس بتيجي بتقول لك، بس بكون عم تعرف انت طرفين على بعض، فالطرفين من الميلتين بجاوبك جواب دائما ايه انتو اللي انت بدك تستفيد. قلت لك I'm gonna ask you the hard questions. بعرف عم جرسك اليوم، ليه بترفض؟ ما بقدر استفيد على شيء انا ما عملته. ما في هاي الكلمه اللي عنا اياها ببلادنا البشعه كثير، اللي هي كوميسيون، كثير بشعه. انت شو عملت؟ انت عرفت، ما انت ربنا بيرد لك اياها. انت you get paid for a service you give. امبارح حدا سالني
امبارح معمل بلبنان بده يبيع لبلد برا. قالت لي وانت شو رح تستفيد؟ قلت لها انا رح اعمل لك دعايه تبيعي اكثر، باخذ حقي حق الدعايه، بس انا ما فيني اخذ مصاري على لانه عرفتكم على بعضكم، انت كان فيك تتعرفي عليه وحده. ففكره انا ضد على الاخر فكره الكوميسيون هي شيء كثير غلط. بالعربي شو بصير؟ مش على كوميسيانجي، خد حق السيرفيسز، خد حقك وين بتستاهل، وين بتستاهل. انا اذا انا عرفتك على حدا وانت عندك شيء تبيعه بعمل لك دعايه تبيع اكثر، حقي اخد حق دعايتي. انطوني قبل امبارح كنت قاعد مع حدا من بلد الغربه كان عازم 13 تاجر كلهم بدهم يشتغلوا معك ورفضت انك تاخذ ولا ديل على حساب ظهرك، عرفتهم على بعض بوظتهم كلهم، طعميتهم حمص وبطلت كثير، هذا اهم شيء. فول ريسبكت مان، برافو عليك برافو عليك. ليك ليتس بي كمان اذا لازم احمر لا ما تحمر، ذيس از هو يو ار، اند ات ذا سيم تايم يو ار يو ار يو ار ستراجلينج اند فايتنج اند فلاينج اند جوينج اراوند ذا ورلد تو ميك ا ليفينج. اذا هو على باله يجي يقول لي بعدين بتعرف شو تيجي بتصور لي معمل لتنعمل دعايه وحابب اعطيك حقك، لا يا بالهي حقي انا حقي اللي بعمله كثير منيح، بس انا ماني تاجر، ماني تركيبه، ماني ريل استيت ايجنت باخذ 2.5%. برافو. رح يكون في دبي ان الله راد مره بالشهر اون جوينج، استراليا ابيزود 3 ان الله راد بجون، مانك معزوم. واهم شيء لا 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 ما حتكمل الحلقه، بس انذار بالشهر توت 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 سوري ما عم بقطش. قول بدك تاخذني معك شهر 6. عم بقطش ما عم بسمعك شهر 6 ما عم عم بقطش لك، ما في ما في ارسال. وبعدين اخر شيء والاهم يو اس اي هير اي كوم، حجزت التيكت بطلت حلم صارت حقيقه، فيزا اخذتها. رح كون كل شهر ماي، شو ماي؟ ماي هلا؟ طيار شو ماي؟ ما بعرف ماي ماي سو بيفور استراليا؟ قبل استراليا اوكي نعم. وان جوينج صيفيه رح نرجع لبنان ضياع، في كثير اشياء حلوه، في كثير كومبيتيشنز بدها تصير بالضياع، في كثير مونه بالضياع، في كثير مواسم، زيت الزيتون، العنب، البيض. ابو شادي بيبعث لي بيقول لي انطوني اي مس يو، اعمل لك انا شيء. فانت امبارح سالتني قلت لي ليه ما عم تروح لعنده؟ طب والله ما عم لحق. بس ابو شادي اند اي ويش كمان يقدر يجينا شيء شغل بالعالم، اخذه سفره معي مش نفول مش برميتنا بدبي بالاردن كانت كثير حلوين، سو اي ويش قدر ارجع اعملها سوا معه. اتس نيفر انوف، دائما في شيء جديد، دائما بدي اكثر، دائما بدي فينا نعمل احسن. ف اذا خبرتكم اليوم عن شو الاحلام رح ترجعوا تحضروا الفيديو بعد شهر رح تصير اوبسوليت، لانه رح يصير في احلام اكثر. وان شاء الله حلمي اجان مش ماشي مخبى. اليوم حكيت مع حدا بالموضوع وبقول لكم حلمي يصير عندي شو على نتفليكس. اذا بتعرفوا حدا بعتقد يعني فينا نعطيهم جود كونتنت. We deserve it. حضرت. You have a lot of content so far. A lot of content. 1.8 تيرابايت. 180 تيرابايت عم بقول انا صار انه ما انا وياك صارين 180 تيرابايت. واو. ونال جاي لعندي على دبي بالحلقه اللي بعدها، جاي معي على دبي اكشلي بالحلقه صح. اللي بعدها رح نقضي خمس ايام كثير حلوين. فيري سون فيري سون رح نولع نال اول ذا واي اند ثانك يو حياتي. نال الانتوني مارش 10 ان دبي فور 7 دايز. يس 7 دايز فور اي بزنس انكوايري، فور بزنس انكوايري كول ذا نمبر ان ذا ديسكربشن. بس يس دي وي ويل هاف ذم ان دبي، ويل هوست ذم، ويل هاف فن وذ ذم، نتسلى بننبسط بنضحك. بتعرف توصل ايه؟ بعتقد هذا هو. دخلك كيف صارت الساعة 6؟ ما قلت لي بنمشي على الساعة 4:30 فنوصل 5:30؟ انت شفت دخلنا نص ساعة الجامعة؟ انت شفت كم مرة وقفنا اصلا مش هذا المفروض. على بالك بتفتح كثير ماب؟ بلا ما ننشر غسيلاتنا وتشوفوا قديش بعذبني. بلا ما ابتلي فيه لانه بدي اوصل. نحن بنقلكم بنحبكم. ثانك يو سو ماتش. بنلتقى بالحلقه اللي بعدها. Very soon. Stay tuned guys. Cruising with Rab season 2 episode 1 over. And next week new guest, new people. I can't wait. I have a lot that I want to interview and I can't wait to make it happen. See you guys. It's 6 minutes away. انت فت بالمفرق غلط اكيد. وراح ابتلي فيه. باي جايز باي. سي يو باي باي. فعلا باي. شو بك باي 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 باي. عن جد انك تحكي هيك بسرعه، فيك هيك بسمعك بس ما بفهمك. اه لا ايه.